لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإيمان ومحكم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين. مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم هداية السائل. وكما تعودتم، وكل ما يطرح في برنامج هداية السائل هو مطابق لفتاوى آية الله العظمى سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي أدام الله ظله. طبعا مشاهدينا الكرام، إن شاء الله نستقبل اتصالاتكم ونستقبل أسئلتكم، وكذلك إن شاء الله دائما نكون في خدمتكم. وكذلك مشاهدينا الكرام، كما تعودتم أيضا، يرافقنا في هذه الحلقة وفي برنامج هداية السائل سماحة العلامة السيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة. إذن رافقونا بالذهاب إلى فاصل، ومن ثم ندخل وبتفاصيل البرنامج. ابقوا معنا. لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإيمان ومحكم القرآن. حياكم الله سيدنا، وأهلا وسهلا بكم، ونجدد لكم السلام والتحية والإكرام. وسماحة السيد دائما، الأخوة السادة المشاهدين، الكثير من الأسئلة، منها فقهية ومنها عقائدية وإلى آخره. عندنا من الأسئلة المهمة التي وصلت إلى البرنامج، وهناك من يشكل على هذا السؤال وربما يعلم أو لا يعلم، بخصوص قطع الخبز بالسكين أو بالمقص. هناك من يقول يجوز، وهناك يقول لا يجوز، فماذا يفعل المكلف في مثل هذا الحال؟ تفضل بالجواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. للسؤال، للإجابة على سؤالكم الكريم سيدنا، في مسألة تقطيع الخبز بالسكين أو تقطيعه بواسطة المقص، تعرفون أن الخبز في الخارج على أنواع متعددة وأشكال متعددة، لكن الجنس واحد، هو مادة الحنطة التي تعجن، تطحن وتعجن ويعمل منها الخبز بأنواعه المختلفة. هناك ما هو يقطع مثلا بواسطة اليد، أو يقطع مثلا بواسطة السكين. ما يقطع بواسطة اليد خبزنا هذا العادي اللي يعرفه المشاهدين الكرام، والمتعارف أيضا عندنا في الأواسط الشعبية، المعروف أنه هذا الدائري. نعم. لكن في بلدان أخرى أنواع الخبز تكون مختلفة، منها ما هو مستطيل مثلا، منها ما هو على شكل سميك مثلا. هذا لا يمكن تقطيعه باليد إلا بواسطة آلة من الآلات، كان تكون سكينة أو مقص، كما يعرف مثلا في بعض الدول بالصمون الفرنسي. نعم. هذا الصمون الفرنسي هو أيضا هم يصطلح عليه أنه خبز. الوارد عندنا في الشارع، هذا من حيث الموضوع طبعا بيناه للسادة المشاهدين في هذا البرنامج حتى يكون عندهم تصور
للخبز الذي نتحدث عنه، موضوع الخبز الذي نتحدث عنه. أما عن الحكم، حكم تقطيع الخبز بالسكين أو بالمقص طبعا هو مكروه، يكره تقطيع الخبز بواسطة السكين أو بواسطة المقص، لما جاء في بعض الروايات الشريفة، الأحاديث الشريفة عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام في مسألة الخبز، عن الرضا عليه السلام: لا تقطعوا الخبز بالسكين. وهذا النهي في لا تقطعوا محمول طبعا على الكراهة، وإن كان هو في بداية الأمر حينما نرى كلمة لا تقطع، لا تقطع نهي، والنهي كالأمر محمول على الوجوب. لكن بضميمة الروايات الأخرى التي تتحدث عن الخبز وعن كرامة الخبز وعن شرافة الخبز، نعم، يعني الذي يتناول الخبز أو يستعمله أو يأكله أو يخبزه، هناك أحاديث كثيرة تأمر بأن يكرم الخبز، وفي بعض الأحاديث جاء أنه أكرم الخبز ولا تطأوه، يعني لا يوطأ، لا يسحق مثلا بالقدم، أكرم الخبز، أو في بعض الأحاديث من يقول لولا الخبز ما عبد الله، لولا الخبز ما عبد الله. فحينما نضم كل هذه الأحاديث إلى حديث الإمام الرضا عليه السلام في لا تقطعوا الخبز بالسكين، فنعلم حينئذ مورد هذا النهي، وهو الكراهة في تقطيع الخبز بالسكين. هذا من ناحية الحكم طبعا. الموضوع عرفناه جيدا، بلي، الموضوع الحكم إلى لهذا الموضوع أيضا بيناه، وهو كراهة أن يقطع ذلك بالسكين. أما العلاج فكيف مثلا إذا في بعض المطاعم أو في بعض مثلا الأماكن اللي يضطر بها الإنسان أن يقطع الخبز مثلا بالسكين، الاضطرار، حالة الاضطرار هذه ترفع هذا الحكم، حكم الكراهة. زين. وإذا استطاع يعني قبل أن يصل إلى مسألة الاضطرار، إذا استطاع أن يجعل الخبز من أول الأمر في التنور على شكل مثلا مربع أو على شكل مثلا قطعة صغيرة، فإذا كان هو من البداية مقطع مثلا إلى قطع وأجزاء دون أن يستخدم السكين أو المقص، يكون هذا أفضل. أحسن سماحة السيد، يطلق على الكيك، هم من الممكن نقول أنه الكيك هو من الخبز، فكيف لنا أن نقطع هذا الكيك بالسكين إذا كان فرضا العرف ما يسمح بهذا؟ بل بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان عرفا عند الناس يسمون هذا الكيك خبز فهو داخل في حكم الكراهة. أما إذا كان لا، نسأل العرف حينئذ، يعني المقصود نسأل العرف، عرف العقلاء، نسألهم هل هذا خبز، يعني الكيك، هل هذا خبز؟ إذا قالوا خبز فيكون من مصاديقه، فالكراهة أيضا تلحق هذا الموضوع الثاني اللي هو الكيك. زين. أما إذا قالوا لا، هذا يختلف عن الخبز، الخبز شيء والكيك شيء آخر، ففي هذه الحالة الحكم الذي على الخبز لا يسري إلى الحكم على الكيك، يختلف، فحينئذ مو مكروه تقطع الكيك بالسكين أو بالمقص أو بأي آلة أخرى. زين، شلون عند بعض المطاعم، وتدري دائما يعني خاصة بالمطاعم يستخدمون التقطيع أما بالمقص أو السكين لأجل الديكور وتكية الطعام، فهنا هم من الممكن يدخل في ضمن الكراهة؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بما أنه خبز يستطيع أن يتخلص من موضوع الكراهة بأمرين، الأمرين ذني أنا قدمتهن أعيدهن مرة أخرى، وهو
من بداية الأمر ممكن أن هذا يجعل ممكن. الخبز إذا ممكن، إذا كان ممكن من بداية الأمر أن يجعل الخبز بقطعة معينة هندسية، كان يكون مثلا معيني أو مربع أو دائري من بداية الأمر، يعني من بداية الخبز أو خبزه مثلا بواسطة التنور. هذا أولا. ثانيا، إذا وصل بالأمر إلى حالة الاضطرار، لأنه الاضطرار رافع للحكم، يعني إذا كان مكروه أنت إذا دخلت في هذا الأمر مكرها أو مضطرا، الاضطرار، حالة الاضطرار ترفع عنك حكم الكراهة، كراهة تقطيع الخبز بواسطة السكين. أحسنتم. طبعا سماحة السيد، أكو سؤال جدا لطيف، وهذا السؤال هو من أحد الأخوة، يقول النظام المروري وقوانينه، هل هي هذه القوانين وهذا النظام المروري هو شرعي أم يرجع إلى العرف؟ بلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قوانين المرور هذه أساسا قوانين عرفية وضعية، يعني عقلاء البشر لاحظوا وجود مثلا تقاطع أو طريق أو درب مثلا من الدروب، مثلا الشوارع هذه العامة وغيرها، ممكن أن يحدث فيها زحام، ممكن أن يحدث فيها تصادم، ممكن أن يحدث فيها نزاع مثلا بين شخصين، كل شخص يرى في نفسه أن له الأولوية في المرور في هذا الدرب أو في هذا الشارع. في هذه الحالة إذا عقلاء البشر تدخلوا في هذا الأمر ونظموا قوانين معينة تنظم السير والوقوف في الشارع مثلا، أو أولوية المرور أو أولوية التواجد، في هذه الحالة تكون هذه القوانين قوانين عرفية، لأنه العرف هو مباشرة تدخل ووضع هذه القوانين، أزاء هذه المسائل لأجل تنظيم مسير الناس هم ودوابهم، أو هم وسياراتهم مثلا على العرف الحديث. فإذا هكذا كان الأمر فهذه القوانين تكون عرفية. أما الشرعي منها فهي مسائل النزاع أو المنازعات أو نظام الأولوية مثلا. بلى. فالأحكام، أحكام الأولوية وأحكام النزاعات وفض النزاعات هذه تكون شرعية. أما تنظيم مسير الناس ومسير عرباتهم في الشوارع هذه عرفية. أحسنتم. بخصوص موضوع العرف، احنا أكثر من مرة نذكر أنه العرف هو يحدد، والعرف هو في بعض الأحيان الأمر الشرعي يعتمد على العرف وعلى وجهة نظرة العرف. احنا اليوم نريد نبين من هو العرف، وكيف لنا أن نميز أنه هل هؤلاء العقلاء الذين يتحكمون بهذا العرف هل هم من الواجب علينا اتباع رأيهم أو اتباعهم أم ماذا؟ بلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العرف المقصود في حديث الفقهاء مثلا أو في حديث العامة، العرف المقصود فيه هو عرف العقلاء، مو أي عرف، لأنه العرف الآن حينما يطلق يتبادر إلى الذهن عامة الناس، هذا هو المتبادر في الذهن من كلمة عرف. أي واحد الآن حينما يسمع كلمة عرف يتبادر إلى ذهنه عوام الناس، كل الناس، من طفل، من شاب، من رجل كبير مسن مثلا، امرأة، عاقل أو مجنون، المهم هذا هو المجموع الكلي يعتبر عرف. هذا المتبادر في الأذهان. أما في الاستعمال العرف، في الاستعمال الشرعي، المقصود بالعرف هو عقلاء الناس، عقلاء البشر، هذا مثلا نسميه عرف، مثلا عرفهم، أو مثلا ما هو متعارف عند صنف من أصناف الناس، كمثلا على سبيل المثال عرف الفقهاء
يعني ما تعارف بين الفقهاء. عرف البنائين يعني ما تعارف بين البنائين. نعم. عرف المهندسين، عرف الأطباء، عرف كل فن وكل صناعة موجودة معروفة، إذا كان أهل هذه الصناعة يمارسونها أكيد بينهم شنو؟ أعراف. لذلك حينما نقول عرف عند الفقهاء يعنون بالعرف سيرة العقلاء، رأي العقلاء في البشر، هذا هو العرف. نعم. وهذا هو معنى العرف، وليس معنى كلامهم العرف أو العرف يرى عامة الناس، مو هذا المقصود، وإنما المقصود عقلاء البشر. أحسنت. بعض الأحيان نريد نحكم على العرف في المنطقة الفلانية ولكن ما موجودين اللي بيها العقلاء، شلون هنا راح نحدد أنه يابا هذا العرف في هذه المنطقة يكون كذا وكذا وهو عقلاء العالم أو في هذه المنطقة ما موجودين؟ بل أحسنتم، تقصد في منطقة معينة. طبعا حينما نقول عرف العقلاء، العقلاء المقصود بها العقل النوعي وليس العقل الشخصي، يعني مو عقل زيد وعبيد وغيرهم، مو هذا المقصود. المقصود العقل النوعي، يعني كل البشر كل البشر بكل ألوانهم، بكل تواجدهم، بكل بلدانهم، أصنافهم، القدماء منهم والمعاصرون وما سوف يأتون في الزمن، كل هؤلاء مثلا على رأي واحد، مثلا على مسألة واحدة، مثلا على سبيل المثال حينما نقول أن الظلم قبيح، ماكو واحد من البشر بمختلف ألوانه، بمختلف أصنافه، بمختلف أماكنه اللي يتواجد بيهن، القدماء منهم والمعاصرين وحتى الذين يأتون في المستقبل، كلهم على رأي واحد أن الظلم قبيح. لاحظت؟ فحينما نقول رأي العقلاء، رأي العقلاء اللي يتميز هنانا، واضح، ماكو واحد بالعقلاء مثلا من يرى أن الظلم حسن، وإنما كل العقلاء يرون أن الظلم شنو؟ قبيح. قبيح. وهكذا في كل الأمثلة التي حسب سياق هذا المثال اللي أنا طرحته. فحينما نقول عرف العقلاء يعني رأيهم وأعرافهم التي تكون من هذا القبيل. زين، إذا كانت مخالفة هذه الأعراف وآرائهم تكون مخالفة لما جاء به الإسلام، هم من الممكن واحد يقدر يعتمده؟ لا، هذه إذا ما يخالف مثلا تشريعات الإسلام، لا، الأولى أن تؤخذ تشريعات الإسلام، مو أن يؤخذ مثلا ما تعارف عند بعض الأشخاص. نعم. ما تعارف عند بعض الأشخاص هذا رأيهم الشخصي. نعم. هذا رأي شخصي مو رأي نوعي. أما التشريعات الإسلامية أو القوانين الإسلامية فهذه تساوق العقل، يعني ما يراه العقل وما يراه العقلاء يراه الشرع أيضا، وهذا هو مبدأ العدلية، مبدأ اللي يسير عليه مذهب العدلية المقصود بها مذهب الإمامية الاثنى عشرية الشيعة، هذا هو المقصود. فهذا مذهبنا أن للعقل حيز وللعقلاء آراءهم، أما التشريعات فجاءت مطابقة لما يراه العقل ولما يراه العقلاء. أحسنت. طبعا والعقلاء المقصود به العقل النوعي وليس العقل الشخصي، مو مثلا واحد شخص واحد يرى، عقله يرى، وهذه اختلط أيضا مع عواطفه واختلط مع مثلا أهواءه، فيكون رأيه راجع إلى تلك الأهواء. أحسنت. التي انطلقت منها. أحسنت. أما العقل النوعي لا يؤثر فيه لا عاطفة ولا هوى. القوانين الإسلامية جاءت شنو؟ على طبق هذه الآراء أيضا. أحسنت. سماحة السيد، حاليا من أحدى الأخوات تسأل جنابك بخصوص العرف، تقول ما زال أنه ابن العم ينهي على بنت عمه وهذا يعد عرف في عشيرتنا وأهلنا، فماذا نفعل؟
يعني بسم الله باختصار إذا أمكن. أحسنت الله يحفظك. الله فيك. طبعا العرف هنا المقصود غير العرف اللي نتكلم عنه قبل شوية، هذا من الأعراف الشخصية، يعني هم أو القوانين الشخصية يسمى عرف، لكن هذا مو عرف عقلاء. العرف العقلاء يرى أن هذا ظلم، والظلم قبيح، والظلم الله سبحانه وتعالى يعاقب عليه. فإذا ما زال ابن العم إلى الآن مثلا في بعض المناطق ها يستخدم كلمة النهوة، أو ينهى مثلا على بنت عمه، أو ما يخليها تتزوج اللي تريده مثلا، أو يطالب مثلا في حقوق هي ليست له شرعا، هنا الشرع يرى أن هذا الأمر قبيح، يرى أن هذا ظلم، الله سبحانه وتعالى يعاقب عليه. وليس من تشريعات الإسلام أن ينهى ابن العم على بنت عمه، لأن الولاية على البنت فقط للأب وللجد للأب، هؤلاء هذان الشخصان الأب والجد للأب هما فقط لهما الولاية على البنت الباكر. أما غير إنسان، الأخو ما إلى ولاية على البنت، العام ليس له ولاية على البنت، فكيف البعيد اللي هو ابن العم؟ هذا ابن العم ليس له ولاية لا أن ينهى على بنت عمه، ولا أن يبتز الآخرين بقوانين ما أنزل الله بها من سلطان. وهذه الأعراف ليست شرعية، والمفروض بعقلاء البشر أن يحاربوا مثل هذه الأعراف البالية التي هي من أساسها ظلم في ظلم. وكل هذا الظلم والحيف يقع مع الأسف على هذه البنت المسكينة التي ليس لها حول ولا قوة. أحسنت، بارك الله بكم سماحة سيد ظفر الفياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة. إن شاء الله سماحة السيد في الحلقة القادمة نكمل هذه الأسئلة التي وصلت إلى برنامج هداية السائل، ونكون في خدمتكم وفي خدمة السادة المشاهدين. شكرا لكم. أهلا وسهلا. الله يحفظكم إن شاء الله. مشاهدين الأحبة، وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقيكم في الحلقة القادمة. وآخر دعوانا اللهم عجل ولك الفرج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء. لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرات الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن.